هنبدأ أخبارنا من أحد المشروعات الأثرية العملاقة اللي بتؤكد على حضارة مصر وعراقتها، وهو المتحف المصري الكبير، واللي شهد النهاردة جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أكد خلالها أن المتحف المصري الكبير بيعد أحد المشروعات الضخمة اللي بتشيدها الدولة خلال هذه الفترة. وهنا هتوقف أمام إشارة رئيس الوزراء إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتمام هذا المشروع وغيره من مشروعات إحياء المناطق الأثرية والتاريخية على نحو يبهر العالم بعظمة وعراقة الحضارة المصرية. بمناسبة الكلام عن المشروعات الأثرية، خليني كمان أقول لكم في الإطار ده على خبر بيؤكد نجاح الدولة في استراتيجيتها لتسجيل المواقع الأثرية المصرية في قائمة الإساسكو، لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. الإساسكو اعتمدت في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب تسجيل المتحف المصري بالتحرير ومدينة شالي بواحد سيوة وقصر البارون بحي مصر الجديدة على قائمة المنظمة، بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وعناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها. معانا على التليفون دكتور خالد سعد الخبير الأثري. مساء الخير يا دكتور، شايف ازاي اهتمام السيد الرئيس ومتابعته المستمرة وأيضا متابعة الحكومة لمشروعات إحياء المناطق الأثرية والتاريخية؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ ريهام. احنا سبق واتكلمنا، قلنا ان في بداية تولي سيادة الرئيس صدة الحكم اهتم بملفين أساسيين، هما ملف الممر المائي وملف السياحة والآثار باعتبارهم أكبر موردين دولاريين بيدروا دولارات لمصر. ده كان بيتطلب جهد كبير جدا للارتقاء بمستوى المناطق الأثرية، خاصة إن مصر بتحتوي على كم كبير جدا من المواقع الأثرية الفريدة، بتختلف طبعا مع اختلاف الفترات الزمنية والحضارية اللي نشأت على مصر. وبالتالي كان لابد من ان الدوله تهتم بهذه المواقع الاثريه بشكل كبير جدا، خاصه ان في تنافس كبير ما بيننا وما بين بعض الدول في عدد المواقع الحضاريه اللي بتنضم الى قائمه التراث العالمي. وبالتالي قامت وزاره السياحه والاثار باعداد مجموعه من الملفات لمجموعه من المواقع الاثريه بتتقدم بيها ملف تلو آخر لتحويل هذه المواقع إلى محمية تراث عالمي. طبعا من هذه المواقع كان منطقة جبل أطراني بما تحتويه من تنوع غير مسبوق على مستوى العالم، زي مثلا غابة المنجروف وزي غابة الغابة المتحجرة وزي الحفريات الفقرية المتنوعة وزي قديمة السباع وزي قصر الطاقة. وبالتالي هذا الملف كان واحد من أهم الملفات اللي تقدمت إلى منطقة اليونسكو. بالإضافة إلى كده منطقة رشيد برضو تم إعداد ملف ليها لاحتواء منطقة رشيد على كم كبير من الآثار الإسلامية غير مسبوق في أي دولة في العالم. وبالتالي كان هناك ملفات أيضا أخرى بتقدم إلى منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو دي هي منظمة تكاد تكون مشابهة لمنظمة اليونسكو، ولكن بتقدم لها مجموعة من المشروعات الأخرى ذات طراز نوعي آخر. وإحنا شفنا أن منظمة اليونسكو اعتمدت المتحف المصري باعتباره واحد من أقدم المتاحف في العالم ويحتوي على كم جدا من الآثار الغير مسبوقة في العالم، بالإضافة إلى قصر البارون الذي تم بناؤه في 1903 وبناه طبعا البارون إنبان. وإحنا طبعا عارفين قصة البارون إنبان إن هو لم يقم بإنشاء القصر بس، بل قام بإنشاء حي مصر الجديدة كله، وبنى مطار ألماظة وبنى البازيليك وبنى مجموعة من الآثار الغير مسبوقة، وأنشأ أول محطة ترام ما بين باب الحديد إلى مصر الجديدة. فنيجي لموضوع قصر البارون باعتباره تحفة معمارية غير مسبوقة، هو القصر الوحيد في العالم المتحرك. وبالتالي صارعت منظمة اليونسكو
باعتمادها ملفين مهمين جدا تقدمت فيه وزاره السياحه والاثار اللي هو ملف قصر البارون. وهنا بنقول ان منظمه اليونسكو لما بتضع بعض هذه المواقع على قائمه التراث العالمي فبيكون لها الاسبقيه عن منظمه اليونسكو، وان كانت منظمه اليونسكو هي اللي بتدي البرميشن كمحميه تراث عالمي. وايضا منظمه اليونسكو بتدي البرميشن باعتبار هذا الموقع موقع تراثي فريد. فده يدل على ان الدوله قامت بمجهود كبير جدا في الارتقاء بمستوى سواء بقى الترميم او العرض المتحفي او العرض الخارجي او البضاءه او وضع هذا الموقع الاثري في اطار منظومه سياحيه متكامله، وبالتالي بيكون لها مردود اقتصادي ومردود سياحي. ازاي يعني ازاي يمكن استغلال المشروعات الاثريه العملاقه في الترويج للسياحه بمصر، وازاي ممكن نستفيد فعلا من اعتماد اليونسكو لهذه المواقع؟ طبعا حضرتك انت لما بتشوفي خريطه السياحه المصريه بتلاقي ان لم يتم وضع تغييرات جوهريه في خريطه السياحه المصريه على المستوى العالمي منذ حوالي 70 عام. ولكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم ابتدت توضع مجموعه من المواقع الاثريه الجديده، مجموعه من الاكتشافات ومجموعه من المتاحف الجديده المفتتحه جديد حديثا والمنشاه حديثا، سواء بقى هذه المتاحف كانت في محافظات لم يسمع العالم عنها مثل مثلا متحف كفر الشيخ او متحف شرم الشيخ اللي هو يعتبر منطقه مقصد سياحي، او متحف الغردقه باعتبارها مقصد سياحي، او العاصمه الاداريه باعتبارها مكان استثماري. فكل ده بيدل على ان الدوله انتهجت نهج غير مسبوق في تغيير خريطه السياحه المصريه على المستوى العالمي. ده بيكون له مردود اقتصادي في سعي الوسطاء السياحيين في حجز ليالي سياحيه اكبر في مصر، ومبادره الكثير من الشركات السياحيه على المستوى العالمي بحجز مواقع واوقات لقضاء ليالي سياحيه في مصر، وكل ده بيكون له مردود اقتصادي على خزينه الدوله بشكل او باخر. بالتاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد الخبير الاثري، شكرا لحضرتك يا فندم.